يا مساء الخير وعلى كل مشاهدي العالم عالمين. لسه مكملين معاكم فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية. النهاردة الخميس في أحداث كتيرة جدا وفعاليات أكتر وتقارير كتير هننقلها لكم من هناك، وهنحاول ننقل لكم الصورة بكل تفاصيلها في كل الفعاليات والأحداث الرياضية والفنية والترفيهية اللي موجودة في مهرجان العالمين. الحقيقة أحداث كتيرة جدا هنتكلم عليها طول الحلقة، أبرزها طبعا إن النهاردة أولى أيام عرض مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز والنجمة نيلي كريم، وهتكون النهاردة وبكرة وبعده، وكمان الاستعدادات الكبيرة لحفل الهضبة عمرو دياب إن شاء الله بكرة في مهرجان العالمين، واللي بيشهد إقبال كبير على التذاكر من كل الأعمار. ومفيش شك إن عمرو دياب واحد من أهم نجوم الوطن العربي والشرق الأوسط كله، وحفل عمرو دياب تحديداً ليه استعدادات خاصة وإقبال جماهيري منقطع نظير، وليه شعبية كبيرة جدا مستمرة من 30 سنة ولحد النهاردة. ويمكن اتكلمنا عن نفاذ التذاكر بالكامل سواء المرحلة الأولى الثانية أو الثالثة، بمجرد عرضها على طول بتنفذ التذاكر لحفل الهضبة. كمان معنا مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، والأبرزهم بطولة كرة السلة وبطولة مصر الدولية للطاولة وحاجات كتير هنتكلم عنها في خلال الحلقة النهاردة، فتابعونا.